هسيب المنتخب الوطني وهروح للمنتخب الاولمبي، وهنا هيكون لينا وقفه شويه. المفترض انه كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني كان قرر انه المنتخب الاولمبي يدخل في معسكر مفتوح، طبعا كل ده في برنامج الاعداد لاولمبياد طوكيو في الفتره من 22 ل 30 مارس، وكان مفترض او كان مخطط انه المنتخب في الوقت ده يلعب ماتشين مع جنوب افريقيا. لكن طبعا بسبب الاحتياطات وبسبب مشكله فيروس كورونا تقرر انه مش هيبقى في الامكان انه المنتخب يخوض الماتشين دول، لكن المعسكر قائم وكابتن شوقي بيشتغل مع اللعيبه بتاعته في المعسكر عشان يستعدوا للاولمبياد. انا من وجهه نظري الحقيقه، واعتقد انه ده اقتراح ممكن يلقى قبول وقابل للتطبيق كمان او التحقيق، يعني حضراتكم عارفين انه منتخب مصر الكابتن حسام بدري خلاص اختار القائمه بتاعته، القائمه اللي حصل بالمناسبه عليها جدل، شهدت استبعاد بعض الاسماء وشهدت ضم بعض الاسماء اللي كانت بالنسبه لجمهور الكوره او المتخصصين او النقاد علامه استفهام شويه. انا كنت شايف انه في فتره توقف النشاط الرسمي في الدوري المصري في لعيبه كتير قوي كانت تستحق الانضمام للمنتخب، وفي لعيبه كتير برزت الحقيقه وقدمت موسم اكتر من رائع، يمكن ما كانوش في القائمه قبل كده او ما انضموش للمنتخب قبل كده، لكن ممكن تكون تصلح لعناصر تنضم مستقبلا للمنتخب المصري. من دول كان سهل جدا نعمل قوام يصلح لحاجتين، الحاجه الاولى انه يبقى مدد، يبقى احتياطي استراتيجي لمنتخب مصر الاول، ويكون قادر على انه يخوض مواجهه قويه يقدر من خلالها منتخبنا الاولمبي انه يستعد ل اولمبياد طوكيو. الجميع في السيناريو ده ممكن يكون كسبان، واتمنى الاقتراح ده يكون يلقى قبول الاول طبعا ويكون قابل للتطبيق.